احنا بنعمل ازاي العسل بتاعه؟ اهم حاجه بنجيب كيلو سكر ونص كيلو عسل جلوكوز وكوبايتين ميه وملح ليمون وميه ورد عشان تخلي ريحه الحاجه الحلوه ريحتها حلوه ليها ريحه. فاحنا هنا كده بسم الله الرحمن الرحيم هجيب كيلو سكر احط كله على بعضه واحطه على النار واسيبه يقعد. ماشي، كيلو سكر ونحط عليه، طبعا بيقعد حوالي ربع ساعة كده على النار. كيلو سكر عليه نص كيلو عسل جلوكوز اللي هو حوالي بطرمان. ماشي، وعليه ملح ليمون قد معلقه، اقل من معلقه كده، نص معلقه مثلا عشان ما يسكرش معايا بعد شويه، حتى لو انا عامله كميه كبيره، بس انا يا ريت ما نعملش كميات كبيره، نعمل على قدنا، ولو عوزنا نحط تاني. خلي ميه الورد دي في الاخر، بس احط لها كوبايتين ميه. بقى على نار ايه تاخد وتدي مع بعضها بقى لغايه ما تقول يا بس. هي كوبايه العسل كلها هي اللي انا عاملاه ده كله هيقضي لي كل الحاجات اللي انا هعملها دي، سمسميه، حمصيه، فوليه، بندقيه، اي نوع تاني انتوا عايزينه ممكن تعملوه. هي كوبايه العسل كلها هي اللي انا عاملاه ده كله هيقضي لي كل الحاجات اللي انا هعملها دي، سمسميه، حمصيه، فوليه، بندقيه، اي نوع تاني انتوا عايزينه ممكن تعملوه. بص انا جبت صينيه كده وهجيب كمان عليها نقطتين زيت كده، لازم شويه زيت علشان العسل ما يلزقش. ماشي، جيب السمسميه كده، جيب مثلا نص كيلو من السمسميه وابدا ازود العسل بتاعها ده واحده واحده كده لغايه ما تدي القوام المناسب ليها. يعني دلوقتي اجيب بس كبشه، بس بقى ابدا اضيف حبه حبه كده وبالراحه خالص واقلب. ماشي، احط واقلب. ميه الورد لما هحطها هنا، هنا في كل حاجه طبعا، في شغاله فيها دي في كل حاجه، واخدين بالنا. بص بقى ابدا اضيف حبه حبه كده وبالراحه خالص واقلب. ماشي، احط واقلب. ميه الورد لما هحطها هنا، هنا في كل حاجه طبعا، في شغاله فيها دي في كل حاجه، واخدين بالنا. على طول هتتمني تلاقي المحلات الغاليه شويه في الحاجات دي، حاجات طريه جدا. نفرد بس كده ايه بالورقه، ولو سخنه قوي بتروحي عامله ايه بفوطه، تحطي كده وتحطي فوطه فوقيها وتشتغلي. بص انا بعمل ايه، انا بدهن السكينه بالزيت وابدا اعمل فواصل في الايه بسرعه كده قبل ما تمسك معايا. عشان تقطع معايا بسهوله. طبعا عسل الجلوكوز مع السكر مع الحاجات دي كلها بتدي سكر جامد جدا. ممكن بقى اعملها صوابع، ممكن اقطعها مكعبات زي ما انت عايزه.